فلما ذكر الله عز وجل خبر أهل النار جاءت الآيات بعد ذلك تخبر عن حال أهل الجنة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يدعو العبد ربه فيقول: اللهم اجعلني ممن سبقت له منك الحسنى، اللهم اجعلني ممن سبقت له منك الحسنى. يقول الله عنهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن ماذا؟ مبعدون عن النار. إلى أي حال مبعدون؟ إلى درجة أنهم لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فسر الفزع الأكبر باليوم الذي توصد فيه أبواب النار. إذا أوصدت أبواب النار عياذا بالله، فلا الذي بداخلها يستطيع أن يخرج، ولا الذي خارجها يكتب له أن يدخلها. هذا هو الفزع الأكبر. قال الله عن أهل طاعته، أهل الإيمان به، أهل جنته، أهل رضوانه: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تتلقى المؤمن عندما تخرج روحه، وتتلقاه عندما يقوم للبعث والنشور، وتتلقاه عند أبواب الجنة، وتتلقاه عند باب داره في الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.